مرحبا برج الميزان، أهلا فيكم في قراءتكم. برج الميزان، حياتك العملية راح تتغير بسرعة جدا وفي وقت حتى صعب على الآخرين. الآخرين بيكونون يمرون بأزمة، في أزمة في السوق، في أزمة عند الناس بسبب هني موت أو رحيل أو انتهاء، كأنما حتى الشركة لو كانت شركة بيكون مثلا إنهاء عقود مفاجئ، أو شخص معين رئيس مدير في العمل، تاجر كبير ينتقل أو ينهي عمله أو يتوفى لا سمح الله بشكل جدا مفاجئ، لأن عندنا هاي الرأس الكبير كأنما هو كان يعيقك في الفترة السابقة عشان توصل للأمنية اللي تبيها، لأنه هو ماسك السوق، هو مترأس، محتكر شيء أنت تحتاجه، أنت تبغيه. فهذا الشخص راح يكون في أشخاص قاعدين يحزنون عليه لأنه راح يرحل أو لأنه يتوفى مثل ما قلت لكم الاحتمالات، ولكن عندي طاقة أنه هو سيرحل، سيبتعد عن الجو. فيما أثناء الأشخاص ينشغلون في الحزن عليه، وكل واحد يفكر شنو بتكون ردة فعله، كل واحد يفكر، يعني توهم هني في مرحلة العزاء. أنت محتاج من الحين، من أن الأمنية قادمة في طريقك وراح تطرق الباب فجأة، وما عندك وقت وايد يكون تجهز نفسك عشانها. يعني مثلا يوصلك خبر بين يوم وليلة أنه في فرصة عمل كذا كذا، وانفتح المجال إلى منصب، كأنما هذا حتى المجال ما راح ينفتح، لأن في أشخاص هنا قاعدين يعالجون الخبر المفاجئ، هني في صدمة قبل حتى ما ينفتح المنصب ويصير في خبر عن أن فتحت هذه الفرصة وتوفرت. أنت لازم تكون مجهز الدواء قبل الفلعة، مجهز الدواء قبل المرض، تتحرك على الموضوع قبل ما حتى يصير، لأن هذا أنت داخل هذا الشهر بطاقة نارية. طاقة النار دائما تقول لك تحرك، تحرك حتى لو ما أعلنوا، تحرك حتى لو ما وصلك خبر. أنت انبش، أنت هني في طاقة ملكة النار. طاقة ملكة النار ما تنتظر أحد يعطيها تعليمات، هي تقوم بالأمر. هذه أيضا ملكة تؤمن أن إذا نريد أن ننجز أهدافنا علينا أن لازم الكنترول يكون عندنا، لازم إحنا نسويه بنفسنا، ما نرسل أحد، ما نثق بأحد، ما نطرش أحد، إحنا نسوي الشيء هذا. فشوف الأمنية قادمة في طريقك، زين الشيء اللي تتمناه قاعد أشوف كأنما في فرصة كبيرة برج الميزان أن أنت تأخذ مكان هذا الشخص. هذا الشخص ملك النار حاليا ماسك السوق، ماسك منصب كبير، ماسك كذي رأس عائلة، ماسك شيء يخوله انه هو يملك البرستيج، مكان الاجتماعية، وايضا كل الاموال. عشان كذي حزنانين عليه هاي الاشخاص، اذا بيرحل او اذا بينهون عقد عمله بيحزنون عليه، لان هني في اشخاص كان يعتبرون حزبه، زين هذول مجموعته، جماعته يحزنون عليه، يقيمون عليه العزاء. مو شرط مات، لا، يمكن انهوا عقد عمله. فانت ما عندك وقت، انت على طول على قولتهم you have to rise to the occasion، تلتقف الفرصه وتدخل فيها. لان شوف هني تقدر تاسس لنفسك، هذا الكرت يقول لك تخسر على نفسك خلال هاي الشهر هذا الشخص للامانه عشان يوصل لهذه المكانه، ملك النار اللي عندنا هني مشى في مشوار جدا طويل، اشوف سنه جدا كبير، ابتدى صغير في السن، وهذا طاقه برج القوس، وحين وصل إلى مكان جدا عالي، منصب جدا كبير، على قولتهم منصبه أو الفرصة اللي بيده أو الشيء اللي هو ممسكنه شيء جدا دسم دسم، أوكي، يخولك سلطة، مو بس أموال، أموال سلطة، أموال حكم فيها، لأن عندنا ملك وملكة، أموال حكم، أموال رئاسة، رئاسة شيء معين. زين إن أنت مثلا تصير تمسك خط مهم في التوريد، خط مهم في التصدير، خط مهم في منصب معين. زين فهني يقول لك في هذا الكارت ان انت لحد الان عزيزي برج الميزان، لحد الان مقارنة بهالشخص يبي لك وقت طويل. ولما نتكلم عن الوقت والنفس الطويل نشوف كارت التمبرنس برج القوس، يبي لك وقت طويل عشان تصل لهذا الشخص، ولكن اذا التقط هذه الفرصة حتى قبل أن يتم الإعلان عنها راح تختصر على نفسك وقت ومجهود كبير. راح تكون تعرفون مثلا شلون تشوف بعض الرؤساء يصلون إلى الحكم وهم مثلا في 70 في 60 في 80،
وبعض الرؤساء يصلونهم في نهاية العشرينات أو الثلاثينات، شنو الفرق؟ هذا توفرت له، ساعدت الظروف بشكل أكبر، ففي مساعدة، في دفعة قوية راح تحصلها بداية هاي الشهر، راح تعرف ويأتيك خبر عن رحيل، عن انتهاء رئاسة، عن في شخص هني إنه راح يبتعد أو يرحل. محتاج إنه يكون على قولتهم تقسي قلبك وعلى طول تلتقط الفرصة، لأن الفرصة كأنما تشوف وجود هني خمسة وخمسة أكواب. الفرصة إذا أنت ما أمسكت فيها بسرعة وبقيادة وحتى بتسلط، دائما المرأة هاي الملكة متسلطة، إذا ما أمسك فيها بتسلط راح يقتسمون الكيكة، يقتسمون الشيء هذا هؤلاء الجماعة. عندنا تقريبا 5 أشخاص راح يتقاسمونها من بينهم ولا يعطونك، مالك حصة فيها، يا إما إنك تاخذ الشيء حق نفسك، يا إما إذا وقعت في طاقة الخجل والاستحياء والخوف والتردد راح تشوف إنهم يتقاسمونها على طول بعد هذا الحزن اللي صاير عندهم أو الخسارة. عندك فرصة، أنا أعطيكم أمثلة وايد عشان تصل الطاقة أو الأفكار لأكبر عدد من المشاهدين. عندنا هنا مثلا، حتى لو كنت أنت في الشركة، سيتم مثلا انتهاء عقد أو تقاعد هذا الشخص، هذا المدير الكبير، فهني في تحته العديد من المرشحين الجيدين للأمانة، وأيضا الكثير من الأشخاص اللي يعتبرون أن سيمسكون الدفة من بعده، المنصب من بعده. ولكن أنت على صغر سنك، أنت على قلة حتى خبرتك، ولكن تستطيع أن تلتقط الفرصة لوحدك لنفسك، زين، ما تكون مقتسمة مع أي شخص ثاني. هذا اللي أريد أنبهك عليه في الحب. هلا أقرب لكم الصورة. عندنا هني في العاطفة، ما هي الأمنية اللي راح تتحقق من أجلك عزيزي برج الميزان؟ حتى في العاطفة تبتدي هذا الشهر أيضا بطاقة نارية، طاقة النار تمشي معاك جدا هذا الشهر، هي طاقة التحرك، طاقة أخذ القيادة، طاقة المبادرة، طاقة الفعل، أكشن ورا أكشن، ما فيها تفكير وايد، ما فيها تردد وايد. إنزين، عندنا شخص هني شريكك يا برج الميزان، خصوصا إذا كان هوائي أو ناري، بالذات هذين البرجين أوضح شيء طالعين عندي في الطاقة، راح يصير جدا مستعد أن يخرج من حياته الأطراف الخارجية، سواء طرف ثالث، سواء هو كان في السابق كثير الاستماع لأصحابه، لأصدقائه، لأهله. فهني إن راح تكون العلاقة حصرية في المستقبل، بإرادته هو، برغبته هو، يريد أن تكون العلاقة بينكم أقوى، فراح يخرج هني من الصورة أغلب الأشخاص اللي كانوا يضايقونك لفترة من الفترات. زين، يريد شيء حصري. لما أقول لك شيء حصري، لا تنسهني عندنا السيف الأول. السيف الأول نتكلم عن شخص يريد أن يأخذ العلاقة إلى المستوى الثاني. يعني مثلا لو كنت فقط في علاقة عادية أو في علاقة تعارف، راح تشوفه في الفترة القادمة عنده خطط. هذا الشخص رقم 6، هو دائما رقم التخطيط. للأمانة في السابق أشوف، نعم، في السابق كانت طاقة الأشخاص المحيطين في شريككم تؤثر على صنع القرار، نعم، ولكن لا، في المستقبل هذين الأشخاص المتلاعبين اللي عندهم طاقة الساحر، الساحر ممكن يكون دجال بس مو شرط، طاقة التلاعب هي طاقة، شوفوا العلاقة أشوفها سابقا، نتكلم عن طاقة الماضي، تأثرت أو ضعفت بينكم، عشان تذهني بترجع بقوة خلال هالشهر وما بعده. نشوفها ضعفت بسبب ان في اشخاص هني في واسطة، يعني احسك في السابق التواصل بينك وبين الشريك ما كان بشكل مباشر، عشان كذي نشوف ان عندنا هني بينكم سيف. السيف هو الشخص اللي يعتبر نفسه انه هو حلقة الوصل او الاتصال بينك وبين الشريك، ففي المستقبل الطاقة جدا تشجعك ان تخلي الشيء جدا حصري. اذا عندك اي كلام تكلم فيه الشريك بشكل مباشر، اي كلام لا يطلع منك الى الاشخاص الثانيين، لان كما هو كأنما ابتدى يحس ان في اشخاص قاعدين يعطون عنك انت فكرة غلط، هو اخذ عنك فكرة غلط، وانت ايضا اخذت عنه انطباع خاطئ. هذا الشخص هو حس، انت ايضا محتاج ان حتى لو عندك رأي بخصوص اي شيء، عندك معارضة، عندك شيء تريد ان تخبر فيه الشريك، تواصل معاه بشكل مباشر، لان عندك اشخاص هني تعرفون
اللي يسمونه يصنع الصلصال أو يشكل الصلصال الفخار، فهني عندكم شخص يأخذ الكلام ويحرفه ويحرفه جدا بشكل كبير، أو أنت تقول كلام يا برج الميزان بطيب نية هو يغيره بشكل وايد كبير، يخليك أنت تظهر بمظهر بشع أمام الآخرين. فهني النصيحة أمامك أن عندكم شريك راح يعطيك أنت دفة التحكم. لما نشوف التحكم هنا عندنا أيضا طاقة نارية، طاقة الغصن الأول Ace of Wands، هذا يقول لك أن الشريك راح يعطيك أنت الشعلة. شفتوا في الأولمبياد لما أحد يعطي أحد الشعلة يكون هو حاملينها، هذا أيضا احتمال كبير للأشخاص اللي يحاولون الحمل، هذا احتمال هنا أن الفترة القادمة راح تكون خصوبتكم مرتفعة. إذا تريدون أو ما تريدون خذوا هذا الكلام بعين الاعتبار. فهني عندكم شخص راح يعطيكم انتو دفة التحكم، فكونوا حذرين. هل تاخذون دفة التحكم مثل هني طاقة العملية تاخذونها لانفسكم، ولا تاخذونها تروحون تعطونها بعد اشخاص لو حتى مو من جانب الشريك، يكونوا من جانبكم انتو، مو اهلي يكونون اهلك. الطاقة دي ثنتين هم مو من مصلحتك برج الميزان، لان عندنا هني اربعة الاكواب. شوفوا في تلويث عندكم في البيئة، انت اللي قاعدة اشوفه انت وشريكك جدا قلوبكم صافية وقلوبكم عند بعضها، ولكن البيئة مالتكم جدا سيئة فيها تلويث. هني قلت لكم تحريف الكلام، هني فيها تلويث، يمكن شيء يخص السمعة. اشوف ايضا من احد الكلام اللي وصل شريكك عنك برج الميزان ان انت انسان غير جاد، ان انت انسان لا ترغب بالارتباط، لا ترغب بالحب، او طلباتك هني ايضا طلباتك غير معقولة. وصلوا له كلام بطريقة ان انت تبالغ في طلباتك، تبالغ في توقعاتك، فصار عنده في السابق تخوف، ولكن هاي الفترة يرغب في ان يحل معاك الموضوع بشكل مباشر. فمو بعد ما يأتيك كلمك انت مباشرة انت تروح ترد تغلط تدخل وسيط بينكم، اي وسيط من جانبك او من جانبه، اتجنب انه يكون اي في الوقت القادم اي احد بينكم في الحلقة هني، فقط انت وهو. انزين، لان عندكم شخص اذا احسنتوا التحكم بالعلاقة راح يكون جدا سهل. لما قلت لكم صلصال هو بعد راح يكون في يدكم مثل العجينة، تشكلونها على ما تحبون في الفترة القادمة. اشوف مثلا حتى لو انتم متزوجين قاعدة تأتيني صورة انه بيكون الشريك عنده استعداد اكثر انه يستقل بحياته معاكم. يقول لكم مثلا خلى نطلع في سكن خاص، خلى نسكن بعيد، خلى نبتعد عن هذين الاشخاص. فانت مبادرته محتاج تاخذها بسرعة، لا تتردد. اي تردد خلال هاي الشهر طاقة مشتركة عندك، اي تردد في الجانب العملي او الجانب العاطفي راح تشوفه يأخرك عن الأهداف أو يأخرك عن رغباتك أو يأتيك بشكل مو إيجابي. خلنا نشوف الحين طاقة المنفصلين، شنو أغلب الأبراج اللي راح يكون في بينهم وبينكم رجوع. خلنا نشوف هني الدلو، وهني أيضا عندنا كارت الماجيشن الساحر، أيضا برج الدلو. الطاقة الهوائية والطاقة النارية جدا راح تمشي معاكم. أحس إذا قوس أو حمل احتمال الرجوع جدا قوي في الفترة القادمة. خلنا نشوف. شوفوا الكارتات أغلب القراءات الأبراج الترابية فيها خلال شهر فبراير نادرا ما طلعت معاي إن راح يكون في بينها رجوع. هذا شهر فبراير اللي لاحظت أكثر الرجوع قاعد يصير مع الأبراج الهوائية والأبراج النارية، قليل عند الأبراج المائية والأبراج الترابية. الأبراج الترابية هني كأنه ما يحاولون، إذا شريككم برج ترابي كأنه قاعد يحاول يعلقكم، قاعد يحاول ما يخسركم بس في نفس الوقت ما يخسر الشيء اللي عنده، العلاقة اللي عنده، الحرية اللي يملكها، عرفتوا؟ قاعد يحاول يلعب على الحبلين. ولكن إذا برجه ميزان دلو جوزاء راح يكون جدا صادق وجاد في الرجوع في الفترة القادمة. هذا كارت الكوب الأول، هذا كارت الاعتذار. هني أيضا قاعد أشوف طاقة السرطان،
ليش مو حوت أو عقرب؟ أنا كقارئة لازم أحس هذا الكرت يخص أي برج بالضبط. شوفوا، وهذا يأكد على طاقة الأبراج الترابية. الكرتين اللي تبع الأبراج الترابية اللي طلعوا يبينون لي إن لا، شريككم حتى لو وعدكم، شوفوا بيكون في وعد، بيكون في كلام احتمال، ولكن ما يقدر ينفذه خلال شهر فبراير الأبراج الترابية. ولكن اللي جدا جاهزين في الرجوع الأبراج النارية، الأبراج الهوائية، لأن هني على طول قدموا لكم شيء جديد، بداية جديدة، رحلة جديدة فيها وايد الكثير من الابتعاد عن جميع الأسباب اللي في السابق خربت العلاقة، وجميع أيضا الأشخاص اللي في السابق أثروا على العلاقة فيها. أيضا قاعد أشوف كأنما الشريك هني يتخلص من أشياء كثيرة متراكمة متكدسة عنده في الماضي، في حبال لما أشوف رقم 6، أشخاص قاعدين يسحبونه في الماضي، يؤخرون عن الرجوع، فيه تأخير، أكثر تأخير راح يكون مع الأبراج الترابية. خلينا نشوف النصيحة إلى برج الميزان خلال هاي الشهر. Imagine برج الميزان، شوفوا في الفترة القادمة لما أشوف هذا الكارت أحس إنه وايد ضروري، وايد ضروري إن تكونون في حالة هدوء وتأمل، لأن في وقت الهدوء، حتى وقت الهدوء لما تكونون واعين مو نايمين، راح تأتيكم رسائل، تلاحظون أشياء غريبة، تلاحظون أشياء تعطيكم على قولتهم رسائل ومؤشرات إلى شنو راح يصير. تعرفون هذه طاقة التنبؤ راح تكون قوية عندكم وقت الاستيقاظ، خصوصا إذا وصلت نوع، شوفوا طاقة الأزرق، لون الأزرق يبين لي إن وصلت نوع من التوازن، مو فقط تستيقظون من النوم، تحرصون تدأبون على إن مثلا تسمعون أغاني موسيقى تهدئكم، وتدخلون في حالة تأمل. وأثناء الليل، وهو الأقوى، الجانب الأقوى، الطاقة الأقوى خلال هاي الشهر، راح تحلمون بالكثير من الأحلام اللي لها تفسيرات، كأنما تعرفون في طالب يدخل الامتحان يضطر يعتمد على نفسه ومعرفته بشكل كامل، انتوا لا، انتوا الفترة القادمة راح تدخلون الامتحان، تأتيكم الحياة ولكن تغششكم أثناء النوم، راح يكون في أحلامكم، حاولوا تركزون قبل ما تنامون، تظلون مركزين زين، النية قبل النوم ان انتوا تركزون في الحلم، لان في الحلم راح تشوفون الكثير من الصور، من الدلالات، من الاشخاص. شوفوا اللي اريد ايضا انبهكم عليه، الحلم راح ياتيكم يعطيكم مثلا دلالة، تشوف مثلا في الحلم ان صديقك المقرب يسوي لك شيء يضرك، في الحقيقة مو صديقك المقرب هو اللي يريد يضرك، لا، راح يكون دلالة على شخص ثاني الله سبحانه وتعالى راح يمنع عنك، يحجب عنك جزء من الحقيقة، لأن هذه طاقة القمر، القمر نعم يحجب جزء ويراوينا جزء، الدلالات راح تكون واضحة، ثق في الرسالات، إن مثلا في اليوم الفلاني في شخص كذا كذا راح يسوي كذا كذا، واستعمل المعلومة لمصلحتك، مصلحتك حطها أولا خلال هاي الشهر، ولكن لا تفسر الأحلام بحذافيرها لما تشوف مثلا أختك، أخيك في الحلم، أو أحد الأهل أنه يريدون أن يعملون فيك كذا كذا، أو قاعدين يقولون من وراء ظهرك كذا كذا، تصدق أنه هو هذا الشخص، لا، في بعض المعلومات راح تكون كأنما محجوبة، مشفرة، شفتوا التشفير في الإنترنت، مشفرة، مرفوعة عنك، ولكن وجود شخص قاعد يحاول يسوي لك هاي الأذية أو هاي الفرصة، راح تأتيك الفرصة، بتأتي، بس كأنما هويات الأشخاص في الفترة القادمة هي اللي راح تظل عندك في طاقة القمر، طاقة الغموض، فكون ذكي في تفسير الحلم، إن هذا الحلم يدل على أن مثلا أحد راح يتوفى، إن هذا الحلم يدل أن بتأتيني هدية كذا كذا شكلها عن طريق كذا كذا شخص، ولكن هويات الأشخاص، المعلومات الخاصة.